سلام ليكم متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الموديل اللي شايفينه قدامكم ده، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. الموديل هياخد مترين ونص، لو الطول عندك 100 سنتي او 110 يبقى هياخد كميه القماش مترين ونص. هشتغل على القماش مباشره من غير باترون، وهشتغل الخلف الاول. هجيب القماش اطبقه بالشكل ده، وهياخد دوران اكبر حجم، ربع دوران اكبر حجم زائد 10 سنتي مطبق. هشتغل دوران الرقبة، عرض الظهر، ميل الكتف، طول حردة القبط، طول الكتف، دوران الصدر، والدوران الوسط، دوران أكبر حجم، والوسط هاخد دوران الوسط زائد 2 سنتي. انا مش هعمل بنسة طبعا، هخليه واسع شوية، فهضيف ال2 سنتي وهعملهم بالشكل ده، لكن مش هخيط بنسة. هاخد طول الموديل الطول الكلي، وبعدين على ال10 سنتي اللي انا اضفتهم على دوران اكبر حجم، وهنزل بالشكل ده. هقص الخلف، ده كده الخلف بعد ما هيتقص هيكون نازل بواسع ال10 سنتي اللي اضفتهم على دوران اكبر حجم. وبعدين هنجيب مقدار القماش بتاع الامام، القماش بتاع الامام في العرض هيكون زيادة عن الخلف، لان احنا في الخلف بنقص 1 سنتي، في الامام بنزود 1 سنتي، فهاخده بالشكل ده. كمان في الطول هيزيد من 10 ل15 سنتي مقدار المثلث اللي في الامام، يعني في الطول هزود 15 سنتي، الزيادة من 10 ل15، بس هو ال15 سنتي هيكون انسب، ودي هتكون زيادة عن الخلف علشان ده مقدار المثلث. ده كده مقدار الامام، شايفينه زايد عن الخلف، لان الطبيعي ان الامام بيزيد عن الخلف في العرض. وهقصه بالشكل ده، طبعا الامام هيفرق عن الخلف في دوران الرقبة بس، والزيادة دي اللي في الطول بتاعة المثلث هنشوف برضو هنشغلها ازاي. هاجي اعمل دوران الرقبة الامامي، الامام بيكون الطول قد العرض في دوران الرقبة، وهعمله بدوران بالشكل ده، وهدخل 1 سنتي تعديل في العرض بتاع دوران الرقبة الامام والخلف، وهقصهم بالشكل ده. الخلف انا عملت تعديل في العرض 1 سنتي، وفي الامام برضو 1 سنتي، وهكمل. كده انا قصيت الامام، هشتغل الموديل بتاعي دلوقتي، واهم حاجة هاخد علامة النص، هطبقه بالشكل ده وهاخد علامة النص، وكمان هاخد دوران طول حردة الإبط، طول الوسط، وطول الجنب. كل الحاجات دي، العلامات دي مهمة جدا، انا هاخدها علشان هحتاجها في الموديل ده، طول الوسط وطول الجنب. وده خط النص، خط النص هاخد 10 سنتي للكروازيه، ادي 10 سنتي. ال10 سنتي دي هتكون قريبة قوي من الوسط، دي 10 سنتي.
بعدين هعمل تعديل في دوران الرقبة. طبعا ده دوران الرقبة الطبيعي، فانا هنزل في حدود 4 سنتي تعديل في الطول، لكن العرض بتاع الرقبة هيكون زي ما هو، يعني انا واخدة 1 سنتي تعديل لما قصيته، فمش هعدل تاني في العرض. الطول هنزل في حدود 4 سنتي، وعلى حسب رغبتك برضو لو عايزة تعملي فتحة الرقبة تكون أوسع من كده برضو على حسب رغبتك. وهاخدها بشكل لحد ما اوصل ل10 سنتي الكروازيه. هيجي على طول الجنب هخرج برضو في حدود من 8 ل10 سنتي بعد ال10 سنتي الكروازيه، يعني ادي ال10 سنتي الكروازيه، من بعدها هطلع او هخرج في حدود 10 سنتي او 8 سنتي في العرض، وبعدين هنزل برضو في الطول 10 سنتي بالشكل ده واخدهم بدوران. يعني هنزل على طول الجنب وبرضو في العرض هطلع في حدود 10 سنتي بالشكل ده. شايفين ايدي 10 سنتي الكروازيه، انا طلعت بعدها تاني في العرض واخدتهم بدوران بالشكل ده، وبعدين عند خط النص في النهايه برضه هدخل شوية وهعمل مثلث. بعد ما اعمل مثلث بالمسطرة هاخده بدوران بالطريقة دي، وهجيب الخلف وهعمل طول الجنب علشان لما اركب الخلف على الامام الاتنين يكونوا طول واحد بالشكل ده، وبرضه هعمله مثلث هوصلهم بالطريقة دي. ده هيكون شكل الموديل. بكده اكون قصيت اول طبقة من الكروازيه بتاع الامام. هجيب باقي القماش الطبقة التانية عليه. ادي القماش هحط الطبقة اللي انا قصيتها بالشكل ده، هيبقى عدلة على عدلة، عدلة القماش على عدلة القماش، وهحطهم بالشكل ده في وش بعض وهقصه. اتمنى ان الطريقة دي تكون فعلا سهلة وبسيطة تقدروا تشتغلوها. ده شكله بعد ما تقص. هنيجي نشطبه ونركب البيه، وتركيب البيه مهم جدا علشان شكل الحاجة يكون نظيف. هشطب الموديل ده الكم وده البيه، وهجيب الخلف هركب الامام على الخلف من الاكتاف والجنب. بعد ما ركبت الامام والخلف في بعضهم بالشكل ده، هجيب اركب البيه، وزي ما شايفين البيه موجود في الموديل في كل اطراف الموديل. هنشوف هنركبه ازاي. في البداية هركب دوران الرقبة، بيه دوران الرقبة العادي اللي احنا بنركبه في كل حاجة. لو البيه ليه عدلة وقلبة، القماش بتاعه ليه عدلة وقلبة، هيبقى عدلة البيه على قلبة البلوزة. وهخيطه بالشكل ده. ده اول خطوة في تركيب البيه. بعد ما خيطت البيه بالطريقة دي هاجي اتنيه
هتني مرة بالشكل ده ومرة تانية. التركيب العادي اللي احنا بنركبه كل مرة. بعدين هاجي اركب باقي البيه، وهجيب البيه بالطريقة دي. هيكون في 2 سنت زيادة من فوق، وال2 سنت دول هتنيهم بالشكل ده. ادي ال2 سنت هتنيهم بالطريقة دي، وهخيط البيه. بعد ما خلص التركيب، لما اجي اتني البيه، شايفين ال2 سنت هيجولي متنيين ونضاف جدا بالطريقة دي، وهتني بالشكل ده. وهخيط الخطوة التانية من البيه، بعدين برضو في الطرف التاني هركب البيه بنفس الطريقة. هيكون زايد 2 سنت، وال2 سنت دول هتنيهم. ادي البيه، شايفين 2 سنتي هتنيهم بالشكل ده، وهخيط. برضو لما اجي اعمل الخطوة التانية من البيه، شايفين هيطلع البيه نضيف جدا في التانية اللي من فوق، اللي انا في ال2 سنت اللي انا تنيتهم. دلوقتي هركب البيه في ديل الموديل ده، هيكون الأمام والخلف كله، وهركبه برضو بنفس الطريقة. هجيب 2 سنت واتنيهم بالشكل ده، بعد ما ركبت البيه في الأمام والخلف في ديل الموديل، هاجي أعمل نفس الخطوات وهطبق البيه بالشكل ده، وهخيطه للآخر. تركيب البيه احنا اخدناه قبل كده كتير، بس علشان اوريكو البدايات والنهايات بتاعة الموديل. برضو هركب بالطريقة دي، هيبقى 2 سنتي زيادة، وهتنيهم بالشكل ده. شايفين ال2 سنتي لما بعد البيه بيبقى شكلهم ازاي؟ نضيف جدا، سهل معاكوا برضو. كده خلصت، مفيش غير آخر حاجة، وهي اللي هنركز عليها شوية. دي آخر حاجة هنركز عليها شوية، نشوف هنقفلها ازاي. هجيب البيه وهخلي فيه ال2 سنت واتنيهم بالشكل ده. واخيط
ومن الناحية التانية برضو هخلي 2 سنتي وهتنيهم بنفس الطريقة علشان ان هي تكون سليمة ومظبوطة. الـ2 سنتي دول انا هتنيهم بالشكل ده. وبعد ما خيطته بالطريقة دي برضو هرجع افرد البيه بالشكل ده وهتنيه النهاية من الناحيتين، هيطلعوا لي نضاف بالطريقة دي. ده اهم حاجة في البيهات. البيه الاخير انا حبيت اركز عليه علشان اقول لكم بيتركب ازاي وبيتشطب ازاي. ده هيكون شكله. كل البيهات شكلها نظيف وسهلة جدا، أنا شايفاها سهلة، يا رب كمان ليكوا انتوا تبقى سهلة. هنركب الكم وهنشوفه. ده شكل الموديل بعد ما شطبته خالص، ركبت الزراير. الزرار اللي من فوق زي ما شايفينه، والزرار التاني هيكون قريب قوي من الوسط. ده شكل البيهات، شكلها نظيف جدا، واتمنى برضو انها تكون سهلة وما بتاخدش وقت، لان هو ما فيهوش تفاصيل كتيرة فما اخدش وقت معايا خالص. ايه كمان، ده شكل المثلث. المثلث ده احنا قلنا طوله من 10 ل15 سنتي، بس هو 15 سنتي هيكون كويس برضو. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى أن يكون نال إعجابكم، وأتمنى أن تكون طريقتي سهلة وأكون قدرت أوصلكم المعلومة بسهولة.